ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في احسن حال دايما ان شاء الله كده، احنا وانتم. المهم النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا من وجهه نظري، طبعا اتمنى انها تبقى ذات قيمه بالنسبه لكم، وهي مين هيبقى رئيس اتحاد الكره القادم. ده سؤال اتصور في ناس كتير بتساله، وبتقعد تقول يا ريت ما حد من اللي موجود من اللي كانوا موجودين يرجع تاني من الحاجات اللطيفه دي. بس انا عاوز اقول لكم حاجه بين قوسين كده، انا اسف يعني هيرجعوا تاني. صحيح فيهم ناس كويسة عملت حاجات كويسة وفيهم ناس حاجات وحشة، لكن الكل يعني عنده مشاكل، لكن راجعين تاني ما تقلقوش خالص. إذا كنت أنتم بتدوروا على فكرة إنهم ما يرجعوش، لا تقلقوا جميعا، ها كل أعضاء مجلس الإدارة اتحاد الكرة السبب في التعاقد مع أجيري وغير أجيري ومشاكل الكرة المصرية عد بقى من هنا للسنة الجاية راجعين تاني. راجعين إمتى؟ في ناس بتقول ان ممكن يتراجعوا عن الاستقاله، انا وجهه نظري انهم مش هيتراجعوا لو الدنيا هديت والدوله رضيت والحاجات اللطيفه دي، لكن انا وجهه نظري لا، مش هيبقى في عوده عن الاستقاله في الفتره دي بصراحه. وانه في تكمله بثروه سويلم ودعوه لجمعيه عموميه بعد خلال 3 اشهر لانتخاب مجلس جديد لمده عام واحد، لان اللائحه بتقول كده، وانه الانتخابات لازم تكون بعد دوره اولمبيه. يعني احنا بنتكلم في انتخابات كبيره بقى ال4 سنين اللي هي في 2020 او في اغسطس 2020 المفروض يعني. المهم طيب السؤال بقى، هل دلوقتي كل الاعضاء يترشحوا؟ هل المفاجاه اللي ظهرت لنا بعد استقاله المجلس ان الجمعيه العموميه اللي تم عقدها في فبراير الماضي لم يتم اعتمادها من الفيفا؟ اوبا، طب ازاي؟ ليه؟ طيب ماشي، استغربنا جدا ازاي كابتن هاني وهو من هو يعملش كده، ما يصيغش الصياغه دي وما يطلعش وما يدخلش وما يعتمدش. طبعا الكابتن هاني هنا بقى المشكله اكبر من كده. المشكله انه في 2 في مجلس اداره اتحاد الكوره اصحاب وجهه نظر شديده وبيعافروا في وجهه نظرهم ويتخانقوا عشان يثبتوها وياكدوها، ولازم تبقى هي اللي صح وانت غلط وانتوا كلكم غلط وانا صح. الاثنين دول ما يستووش، لا يستووا، ما ينفعش يبقوا مع بعض للاسف يعني. الاثنين دول كابتن احمد شوبير والمهندس احمد مجاهد، يبدو ان المشكله في احمد. المهم ايه المشكله بقى؟ ايه التسبب وليه هما الاثنين في عدم اعتماد الجمعيه العموميه من الفيفا؟ لانهم بعد الاجتماع الجمعيه العموميه اللي اقرت الاتي، ان بقى الغاء بند ال8 سنين، وبالتالي من حق الكابتن احمد المهندس احمد مجاهد وسيف زاهر وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح، مع احترامنا لكل الناس بلا شك، انهم يترشحوا مره اخرى بالغاء بند ال8 سنين. اوكي، 1 2 زياده اعضاء الجمعيه العموميه بضم انديه الدرجه الثالثه. ممتاز، دول اهم بندين، دول الموضوعين الكبار يعني. طب ايه السبب في عدم ارسال القرارات ديت للفيفا؟ ان الكابتن احمد مع المهندس احمد زعلوا او مش زعلوا، كل واحد كتب صياغه معينه من وجهه نظره الشخصيه للقرارات ليتم اعتمادها في الفيفا. من الكابتن احمد شوبير قلل شويه في اعضاء الجمعيه العموميه عن طريق انه مش كل درجه ثالثه تترشح. الكابتن مجاهد قال لك لا، ما كانش فيه وضع لاي شروط، قالوا انديه الدرجه الثالثه وتم اعتماده الجمعيه العموميه قال لك كده يبقى لازم ننفذ كلام الجمعيه العموميه. هنا بدأ الخلاف، كابتن شوبير يقول لا، كابتن مجاهد يقول له كابتن شوبير يقول لا، وكابتن مجاهد يقول بسم الله ما شاء الله. فاحنا قعدنا من بسم الله ما شاء الله من بين ولا من فبراير ليوليو، حتى اتت المصيبه الكبرى والعار الاكبر على جبين الكره المصريه. بالمناسبه كل الناس بما فيهم الاعلام عندنا عار على راسنا كده محطوط وهيتنيه معلم فوق دماغنا لغايه ما ننهي هذا العار. ايه هو؟ ان احنا خرجنا من بطوله بننظمها في ارضنا في اول مره 24 فريق وخرجنا من دور ال 16 وباداء فني مهين سخيف ومدير فني مشبوه، طبعا مشبوه مشبوه من هنا للسنه الجايه، لدرجه ان انا بشك في اللي عمله في البطوله دي لاسباب مشبوهه. هو مع ذلك مش من حقي، خلاص الموضوع خلص، انتهى الموضوع. طيب الخلاف ده ادى لايه يا جماعه؟ ادى لما ادى اليه، ان ما بقاش فيه اعتماد للائحه.
طب هل يحق للمجلس او للاستاذ ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وقائم مقام انه رئيس اتحاد الكرة المصري انه يرسل القرارات دي ويتم اعتمادها من الفيفا؟ نعم، ويتم اعتمادها من الفيفا لانها كانت سابقة عن استقالة مجلس ادارة اتحاد الكرة. ممتاز، يعني احنا راجعين. طب كويس، هتقول لي ساتسونو هيقدم؟ نعم، اذا طلب منه سيقدم. اذا لم يتم اصلا ارسال اللائحة امبارح النهاردة يعني. طيب ايه المشكلة التانية؟ انا قلت لكم في الاول انهم راجعين. طب راجعين ازاي؟ اولا بلا ادنى شك الامور هتعدي، والعاصفة العاتية اللي هي الغضب الجماهيري وغضب الدولة هيعدي بلا ادنى شك، وبالتالي بس هيعدي بعد سنة. اللي هو ايه بعد سنة؟ يعملوا انتخابات كده لطيفة، هيجي حد لطيف يمسك البتاع يأدي السنة ويدير الدولة ويدير دولة الكورة يعني، ونشوف الحكاية بتاعتها. طب هو مين اللي هيجي وهيجي ازاي؟ شوف، نحن نعلم جيدا ان الكابتن هاني ابو ريده شخصية على اعلى مستوى من النزاهة المالية. ما انا بالنسبة لي كده ما مستحيل يكون في اي اخطاء مالية ارتكبها الكابتن هاني، تمام؟ وبالتالي في اخطاء فنيه واداريه، اخطاء فنيه واداريه اي حد معرض ليها يعني، حاجه ما فيهاش مناقشه. وبالتالي انه يرجع تاني لاداره اتحاد الكوره، يرجع، ما يرجعش ليه؟ ومن حقه يرجع على فكره. راجل مش مشبوه ولا عنده حكم ولا عنده حاجه، الحمد لله يعني. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكابتن هاني هو المتحكم الاول والوحيد، هي تاني، الاول والوحيد في اختيار المدير، سوري، اختيار رئيس اتحاد الكوره ويمكن مدير فني كمان الجديد. ليه؟ لانه اي حاجه تخص اتحاد الكوره والكوره في مصر لازم عن طريق الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. مين ممثله؟ ممثله واحد كده اسمه ايه؟ المهندس هاني ابو ريده. هذا الرجل هو من سيوافق على اي تعديل كائنا ما كان، حتى لو افترضنا ان الدوله ضغطت عشان ثروت سويلم يستقيل. طيب ما احنا عندنا الدوله ضغطت ايام العمري من فاروق ما كان وزير على فوزي صالح ومشيته وخليته يقدم استقالته، واللجنه ما ينفعش، اكتشفوا انه ما ينفعش تختار انت حتى لو رئيس المدير التنفيذي استقال، انك انت كدوله تختار المجموعه اللي تدير. فتم اختيار الكابتن عامر حسين لاداره الاتحاد الكوره لفتره، اللي هي اللي ادت الانتخابات الكابتن اللي جه فيها المهندس او المحاسب جمال علام. اذا احنا رايحين نفس الظروف، هنيجي لجنه بس المره دي في الغالب هيبقى ثروت سويلم يعني يدير، ويجي بقى لحاجه مؤقته اذ ربما برضو جمال علام. والله اذا احتمال، اذ ربما، المشكله يعني هنشوف. المهم كابتن هاني هو اللي لازم يوافق على كل الامور دي باعتباره العضو الفيفا وعضو المسؤول عن هذه الامور فيما يخص شمال افريقيا وافريقيا. هو بقى ومن معه من اعضاء المجلس شمال افريقيا، طارق بشماوي وهكذا يعني. المهم، وبالتالي اي حاجه هتخص اتحاد الكره المصريه الكابتن هاني هو المسؤول عنها. كابتن هاني هو المسؤول، هو اللي هيختاره، هو اللي هيوافق. وبالتالي ايا كان الاسم اللي هيجي، اذا افترضنا ان احنا مشينا صديقنا ثروت سويلم، لا، كابتن هاني هو اللي هيختار، كابتن هاني هو اللي هيختار، كابتن هاني هو اللي هيوافق. ودي حاجه مش وحشه على فكره بالنسبه لي يعني، ان يبقى نعتمد دستور واضح وصريح بيقول ان الفيفا صاحب قراره يعني معانا. ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ وبالتالي اللي هيجي لفتره السنه هيبقى موافقه الكابتن هاني لو مفيش انتخابات. طيب لو في انتخابات برضه موافقه الكابتن هاني. دي بقى اسباب تانية، ودي دليل قوة هاني ابو ريدة. بالمناسبة في ناس تقول لك ده نفس اللي مش عارف الوجوه، لا لا لا، دي قوة، قوة ومعرفة وقدرة على انه يعرف الدنيا كيف يتم ادارتها، ودي حاجة تحترم فيه جدا وانا بحبها جدا، في اتمنى بزيه يعني. طيب هل ممكن نشوف سؤال تاني طول الوقت بيتردد يعني، هل ممكن نشوف الكابتن احمد شوبير رئيس اتحاد الكرة المصري؟ شوف، قصة واضحة جدا وبسيطة. كابتن أحمد شوبير عاشق الكاميرا، بيعشق الكاميرا، دي حاجة ما فيهاش مناقشة.
وعاشق استوديو الاستوديو والحاله الكبيره اللي بتبقى موجوده في الاستوديو. كابتن شوبير بيحب كرسي المذيع ومقدم البرامج، مستحيل يتنازل عنها اذا ما كانش قرر اعتزال هذه المهنه، وانا وجهه نظري انه مش هيعتزلها يعني في هذه الفتره على الاقل. وبالتالي انه يبقى رئيس اتحاد الكره المصري مقدم برامج، لا، حتى ولو كان الكابتن شوبير وهو من هو على مستوى الكرة على راسنا كلنا يعني، لكن هذا امر لن يحدث من وجهة نظري. طبعا ممكن الكابتن شوبير يفاجئنا، في عرف يمنع انه تبقى مذيع، وتبقى ازاي تبقى طالع مذيع تنتقد اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، او تختلف مع رئيس نادي على الهواء ويختلف معاك في وجهة نظر فنية، مش هتكلم بقى على ادارة، قلت حاجة عن مين الحكم قال ايه، ازاي الحكم اللي قصادك هيكلم رئيس الاتحاد ويكلم المذيع، مستحيل. ده يعني ده بالعقل. ثم لو احنا بنتعامل ان الدوله ليها راي، ويبدو انها ليها راي، مش هيجي كابتن شوبير رئيس اتحاد ابدا، ولا حتى رئيس لجنه. ليه؟ مش عشان هو وحش، عشان هو مش عارف ايه، لا 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 خالص، عشان هو بيحب وبيعشق كرسي المذيع. هذا امر لا جدال فيه. انك انت تيجي تمسك اتحاد الكوره وانت مقدم برامج كبير وشهير واعلامي على اعلى مستوى، حاجه جميله، لكنها مش هتحصل. كابتن شوبير مستحيل يجي. تمام، هنرجع تاني ونسال نفسنا، طب ايه اللي هيحصل في خلاف الكابتن احمد شوبير وخلاف الكابتن مجاهد؟ خلي بالك، الكابتن احمد شوبير والكابتن مجاهد من طرفي نقيض، الاثنين ضد بعض، الاثنين واخدين موقف، والاثنين هيبقى عداء مستتر ومعلن. طبعا احنا فاكرين طبعا الخلاف الرهيب اللي حصل قبل الانتخابات الاولانيه سنه 2016 بين الكابتن شوبير والكابتن هاني عن اختيار نائبه حازم الهواري. وبالتالي هيبقى في مشتعل ومستعر كمان بين الطرفين، بين كابتن مجاهد وبين الكابتن شوبير. ايه اللي هنشوفه الفترة الجاية احنا مع بعض، لكن هي قصص اتحاد الكورة قصص كتيرة جدا، وكواليسها اكتر واكتر واكتر واكتر. وعلى كل في الفترة الجاية هيبان حاجات اكتر واكتر واكتر، واحنا مع بعض ومنتظركم دايما تتابعوني. شكرا.